عليك العافية يا ميادة. الله يعافيك يا دكتور. ما على قلبك شرب ميادة. الله يسلمك. عليك العافية. تسلم يا سيدة. اطمنوا اطمنوا ان شاء الله خير. يعني بين شو في معه ولا بعد؟ الحقيقة قلبه تعبان شوي وبده مداراة. يا دلي يعني بده عملية؟ لا يعني لليمت لحالاته ما بتنفعه العملية. ان شاء الله ان شاء الله على حبوب والأدوية بيمشي الحال. دكتور أنا باكل دسم كثير وبحب الهبر، إله هالشي علاقة بوضعي يا ترى؟ لا لا ولا يهمك أبو ميادة، ما له علاقة. يعني لازم يرجع على المشفى دكتور؟ نحن عملنا الفحوصات والتحاليل بالصور اللازمة وما في داعي يرجع على المشفى. يلا عن إذنكم. كثر خيرك. يعطيك العافية دكتور. صحة وهنا إن شاء الله. عقلبك يا أمي هذا. بتريد شيء ثاني؟ أما ياذا بدي منك تبعتي ورا خي خليل، بدي شوفه ضروري. حاضر بيي، إسا بروح لعنده. خير، شو بدك منه؟ بدي أحكي معه كم كلمة قبل ما ودي هالدنيا يا أمي ياذا. هي سلامة قلبك يا بيي، شو هالحكي يعني؟ الله يطولنا بعمرك وخلينا إياك فوق راسنا. واك يا بنتي شو طول وشو قصير؟ خلاص يا أمي ياذا الرحلة انتهت، دوري بهالحياة انتهى يا بنتي، وما في حدا فينا مخلد بهالدنيا. شو يعني بدي عيش للأبد؟ للأبد ولك بنتي، لا يدوم إلا وجهه الحي القيوم. إسا قيمنا من هالحكي وقلي شو أعمل لك اليوم؟ شوربة رز مع البقدونس ولا لحم مدللي؟ العافية متهم. هلا هلا فياض، شلونك؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ها وين مشوارك؟ والله رايح زور ابو مياده. قل لي شو اخباره؟ ان شاء الله حالته تحسنت. لا والله يا ابو متهم، وبيني وبينه المرض بطان عليه وحالته بتسرش. الله يعافيه ويشفيه. يلا يلا نروح معك. تفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهلا وسهلا عمي، تفضل تفضل. زيد فضلك يا عمي. سلامة قلبك يا ابراهيم. ما على قلبك شر يا خي، الله يعافيك. الله يعافي قلبك يا خليل. الحقيقة أنا زعلان خي، زعلان كثير. معقول تكون مرضان وأنا أدرى من العالم؟